ما ينفعش السين الكسرة لوحدها. طب باه ده ايه؟ ده مقطع مد وممدود، باء فتحة ممدود، ألف مد بعدها. دايما المد والممدود دايما مقطع بيجي مع بعض يا شباب. خلاص خلاص تمام. طيب، شرطة مائلة تانية. أيوة شطورة كده، برافو عليك. الحاء، وهي حاء حاء واخدة حركة، حركة فتح يا يا شطار. هنحط هنا الحاء الفتحة، بعدها شرطة مائلة، والتاء اللي هي التاء المربوطة بحركة فتح. ها كلنا بنكتب. خلصت، أنا خلصت. مشهورة. الله الله، وريني. أنا شفت تاليا، وريني يا رانيا، قربي شوية كمان معلش. أحسنتي، ما شاء الله ما شاء الله، حلو جدا، برافو عليكي. وريني يا يوسف، خلصت ولا لسه؟ خلصت. وريني يا شاطر. أيوة برافو عليك، ممتاز. تقل شوية بالقلم يا يوسف وانت بتكتب، ممتاز يا يوسف. طيب ايه تاني كلمة من الكلمات اللي كانت مشددة؟ خلاص يا يوسف نزل، قول، برافو عليك. تحمس، يلا تعالي تتحمس نكتبها. ايوه تحمس. الشدة هنا شو شدة نوعها ايه؟ شدة نوعها فتحة سن. فتحة ايوه فتحة برافو عليكم، هي فتحة. يلا تعالي نكتبها. ت، لا نخليها في السطر اللي فوق. تحمس. طيب يا ترى مين الحرف المشدد؟ ف ح مين؟ تحمس. مين؟ برافو السي عليك السي يا ابني. الميم. الميم. مين؟ تحمى. تحم، مين اللي انا سمعته مرتين؟ تحم ما اهو، مسكت في الميم عشان ساكنة وبعدين حركتها، يبقى الميم هي المشددة، شدة مفتوحة. تحمس. خلصت. يبقى هنيجي هنا. نفك أنا ده. خلصت. وريني يا جميل. لا أنا مش شايفة. أيوه برافو عليك، حطي فوق الحاء بقى الحركة بتاعتها، شطورة، أحسنت. هفك الميم، وإن طالما هي مش هي مشددة يبقى هتبقى ميم مرة ساكنة وميم مرة مفتوحة، لأن حركة الشدة هنا الفتح. لما نيجي بقى نحللها يا شباب، خلصت. وريني يا راني، ما شاء الله انتوا كلكم سبقتوني، فريق البنات كسبان، برافو عليك يا رانيا، برافو يا تاليا. لا حلو قوي. ها يا شباب اسرع اشطر، ما شاء الله. طيب يلا كده تعالوا بقى نحلل. تاء، يبقى التاء حركة الفتح لوحدها طبعا، وقلنا حم. ده مقطع ايه يا شباب؟ حم مقطع مقطع ساكن. صوتي ايوه ساكن ساكن ساكن، لانه يحتوي على ساكن حرف ساكن، احسنتم. فحم ما، يبقى هنا محمد ميم فتحة صح، وبعدها ماشي. ميم فتحة. شاطرين جدا. يلا يا يوسف أنت وعبد عبد الرحمن. كتبت يا مس وريني يا بودي. يا عبد الرحمن، الميم مشددة
مرة الميم هتبقى مع الحاء المفتوحة ومرة هتبقى لوحدها. ركز يا بودي. يوسف عملت ايه يا يوسف؟ بكتب طب اكتب وسيب الكاميرا مفتوحة. صعب يا بنات، بنات ما شاء الله النهاردة ان شاء الله متفوقين. خلاص. برافو عليك يا يوسف. يوسف ولا عبد الرحمن؟ وريني. ابعد شوية يا يوسف. وانت عاملها هاء ولا ميم؟ انا شايفاها هاء. ولا انت حاطط السكون قريبة من الميم؟ ماشي يا يوسف، ماشي يا يوسف، برافو عليك، عدلتها يا عبد الرحمن. تمام يا شاطر. طيب تعالوا بقى نحل بقى قطعة. احنا بيقول لنا ايه يا شباب؟ اختر. كانت رحلة الأسرة إلى، فاكرين الروح الأسرة كانت البحر. ايوه الى البحر، إلى البحر؟ البحر. أيوة كانت إلى البحر. طيب يلا يا يوسف. كان أحمد خائفا لأنه لا يستطيع إيه؟ الاستمتاع ولا السباحة ولا اللعب يا يوسف؟ لا لا، بص هنا، كان لا يستطيع إيه؟ السباحة، أيوة مين اللي غلط؟ اللعب، السباحة يا حبيبي، اللعب، السباحة أهو. السباحة. أيوة، ذهبت الأسرة في الصيف إلى البحر، لكن أحمد كان خائفا من البحر لأنه لا يستطيع السباحة. يبقى إذن هو كان خايف من إيه؟ من السباحة. السباحة، السباحة. طيب يلا يا عبد الرحمن. تحمس أحمد لأنه وجد أخاه يستمتع ولا يحاول ولا يفوز؟ تحمس أحمد. هتلاقيها في هنا في السطر الأخير كده، بص عليها في الفقرة، امسح بس الحاجات دي. السطر الأخير يا يوسف، يا عبد الرحمن. نظر أحمد إلى أخيه وهو يستمتع بالماء فتحمس وقال حسنا سأحاول. إذا هنا تحمس أحمد لأنه وجد أخاه ماله يستمتع ولا يحاول ولا يفوز. قريناها استمتع هنا، برافو وقال عليك. ها وقال حسنا سأحاول. برافو عليك، يستمتع، برافو عليك، شاطر. يبقى هنا لأنه وجد أخاه يستمتع. طب رانيا الجميلة، كيف استطاع والد أحمد أن يساعده؟ والد أحمد هنا عمل إيه؟ اللينك لما يفصل يا شباب ادخلوا تاني. اوكي ها استني، من القطع هتلاقيها في السطر الثاني. تاني. طب ممكن تكبر الصورة شوية؟ حاضر، من عينيا كده. حلو. قال له من هنا أول. قال له حاول